بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل بيوته في الأرض المساجد، يذكره فيها كل راكع وساجد. أحمده تعالى بما هو له أهل من الحمد وأثني عليه، وأستغفره من جميع الذنوب وأتوب إليه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بدر التمام ومسك الختام، أصفى الناس سيرة وأنقاهم سريرة وأشدهم غيرة. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه ودعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم جميعًا ورحمة الله وبركاته. وما أسعد هذه اللحظات المباركة التي نستنشق فيها عبير ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتفيأ ظلال بيت شيد حديثا من بيوت الله تعالى في الأرض، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لأن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم بعث بالدعوة الخاتمة، هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ترى أي شيء حصل في هذا الوجود ببعثة سيد الوجود؟ ترى أي تغيير حصل في هذا العالم ببعثة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يتبوأ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة في قلوب ملايين البشر ممن آمنوا به وممن عرفوه وإن لم يؤمنوا به؟ أي دعوة اشتملت على خير للبشرية جمعاء هذه التي جاء بها هذا النبي الخاتم؟ وأية رسالة رحمة بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنها باختصار رسالة دين الإسلام. بعث محمد صلى الله عليه وسلم لتبليغ دين الله للعالمين جميعا. ودين الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه لعباده وأتمه عليهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو دين عبودية خالصة لله جل وعلا، تقوم على علم ومعرفة ودراية، وتشيد صروح الأخلاق لدى هذا الإنسان أيًا كان هذا الإنسان، وتحمله مسؤولية الأمانة في هذه الحياة. وانتهت كلمتي. أنا ذكرت أربع نقاط. ذكرت الدين، وقلت بأنه يقوم على العلم، وأنه دعوة للأخلاق، ويعرف الناس بمسؤولياتهم في هذه الحياة. هذه الأربع محاور هي أولويات وجود الإنسان أيًا كان هذا الإنسان في هذه البسيطة. ولهذا
حينما تبتهج نفوسنا بتشييد بيت من بيوت الله عز وجل نتذكر محمدا صلى الله عليه وسلم، حينما نؤدي شيئا من واجب عبوديتنا لله تبارك وتعالى فإننا نتذكره، حينما ندعو إلى علم ومعرفة وتغذية عقول وإيقاظ همم فإننا نتذكره ونذكره، حينما ننادي بتشييد صروح الأخلاق في المجتمعات فإن قمة الأخلاق وعنوانها محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا ما أتينا لتعريف هذا الإنسان بمسؤولياته في هذه الحياة فإنه لا يمكن لنا إلا أن نتذكر محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا فنحن اليوم ونحن كما قلت نبتهج بافتتاح هذا الجامع الذي بهذا المسجد الذي تعاونت لتشييده وإقامته وبنائه جهود طيبة مباركة، نسأل الله عز وجل أن يجزل المثوبة لكل القائمين عليها، فإننا نتسبب في الحقيقة فيما يعود علينا نحن بالنفع والفائدة والأجر والثواب. ولهذا فإن كلمتي في افتتاح هذا المسجد إنما تتلخص في تبصيرنا نحن المكلفين حملة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكرمنا بالانتساب إلى أمته التي وصفت بالخيرية وبأنها أمة وسط أن نتذكر هذه الأولويات في حياتنا، لأن الخلل الذي يمكن أن يكون فيها سوف يؤدي إلى العبث في هذه الحياة وإلى اختلال نظامها. وسوف أثبت لكم الآن أن هذه الأولويات تتصل ببيوت الله عز وجل من حيث ندري أو لا ندري. أما الدين فإن الله تبارك وتعالى يقول وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذن عمارة المساجد حد فاصل بين الكفر والإيمان، لا يتحصل لمن لم يؤمن بدين الله عز وجل الحق، ولا ينال شرفها إلا من آمن بالله تبارك وتعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وهذه أصول الدين، العقيدة الحقة الخالصة التي تتمثل في تصديق هذا القلب بوحدانية الله عز وجل وباستحقاقه للعبادة وبإيمانه بالمصير الذي إليه ينقلب. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ثم لا يكون الدين بالادعاء وتصديق القلب دون عمل الجوارح. ولذلك قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ولا يتأتى له ذلك إلا بالخوف من الله ورجاء ثوابه ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فإذا كنا نتفق على أن قضية الدين هي الأولوية الأولى في حياة الناس فإنه لا يمكن لنا إلا أن نتذكر المسجد ورسالة المسجد في واقع حياتنا. ولئن كان هذا يتصل بعمارة المساجد عمارة حسية فإن كتاب الله عز وجل أيضا يعلمنا أن هذه الأولوية الأهم في حياتنا حتى في جانبها المعنوي الصلة ظاهرة وثيقة بينها وبين المساجد. في سورة النور لما ضرب الله تعالى المثل بنوره وهو جل وعلا نور السماوات والأرض بمشكاة فيها مصباح، ذكر بعد ذلك في بيوت أذن الله أن ترفع
ويذكر فيها اسم هذه الأعمال هي ما يحقق رسالة المجتمع في رسالة المسجد في المجتمع. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا هو معنى الدين، أنه لا يشتغل عن هذه الأولوية بأي أمر آخر من أمور هذه الحياة الدنيا. ولذلك قلنا إن صدر قائمة أولويات الإنسان، أولويات كل مكلف في هذه الحياة، يأتي الدين. لذلك مع أن الله عز وجل أباح التجارة والسعي في طلب الرزق، بل أمر عباده فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وتجدون أن استخدام كلمة فضل الله يعني به التجارة في كتاب الله عز وجل، لكنه نص عليها صراحة في هذه الآية، وإلا ففي باقي سياقات القرآن الكريم تأتي التجارة معبرا عنها بفضل الله. ولهذا قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال أيضا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. لكن في هذا السياق، لأن التجارة هي المعنى الحقيقي للابتغاء من فضل الله، فحتى لا تشغل المؤمنين تجارتهم نص عليها صراحة بلفظ التجارة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، هذه الأولوية الأهم، وإيتاء الزكاة، ثم الجانب العقدي الإيماني الذي تحدثنا عنه أيضا في دلالة الآيات السابقة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله وبغير حساب. فالصلة واضحة. وهكذا إذا ما جئنا إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يعني كثيرة، في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تجدون ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، استحق هذا النعيم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون بتعلق قلبه ببيت الله عز وجل. فحتى إن خرج وعاشر أهله وكان في تجارته وفي بيعه وفي عمله وفي أمور حياته، فقلبه في المسجد. ولذلك تجد أنه ينظر إلى الساعة وينتظر الوقت أذن أو لم يؤذن، قلبه في المسجد. بهذه الخصلة استحق أن يكون مع الأصناف الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ونجد في حديث آخر أن نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر أعمالا ترفع الدرجات وتحط الخطايا، وكلها ذات صلة بالمسجد. ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، إيش الثالث؟ وكثرة الخطى إلى المساجد. ثم قال فذلكم الرباط ثلاثا، كلها تتصل بالصلاة والسعي إلى المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وهكذا أحاديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام، مما تربط بين أولويتنا الأولى الأهم في هذه الحياة وبين المساجد، حتى نستفيد، حتى نتملى في هذه المعاني حينما نخطو خطواتنا إلى المسجد، حينما نؤدي صلواتنا في المسجد، حينما نذكر الله تبارك وتعالى في المسجد، حينما نقرأ القرآن في بيت الله، إلى آخر ما أباح الله لنا عز وجل من أعمال تكون في بيوته. أما الأولوية الثانية فهي العلم، لأن الدين التدين، عبوديتنا لله تبارك وتعالى لا تكون بجهل، لا بد أن تقوم على العلم، وليس هناك باب واحد من أبواب العلم يسوغ للمسلمين أن يفرطوا فيه طالما كان علما نافعا، لأن بعض الناس ينصرف ذهنه إلى العلوم التي تعين العبد
على عبادته لربه تبارك وتعالى أي علوم الشريعة، ومع شرفها وجلال منزلتها وعظيم قدرها أي علوم الشريعة، إلا أنها غير كافية. الحد الأدنى من هذه العلوم التي يستطيع المكلف أن يؤدي بها عبادته لربه تبارك وتعالى حد واجب لازم شرعا، وما زاد عن ذلك فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لكن رسالة هذا الدين هي رسالة اقرأ، أول ما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من وحي السماء قول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذا السياق فيه اقرأ مرتين، وفيه علم أكثر من مرتين أو ثلاث، وفيه القلم، والآيات المذكورة فيها آيات علمية، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم لنربط بين العلم، بين هذه الأولوية التي تأتي ثانيا بعد الدين بعد التدين لله تبارك وتعالى، وبين المسجد، نجد أن من عظيم عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليم قومه أن كان من أوائل الأعمال التي يحرص عليها تشييد المساجد، مع أنه صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، لكن مع ذلك كان حريصا على إقامة المساجد وتشييدها. فأول ما هاجر إلى المدينة المنورة وأناخ راحلته في قباء أقام مسجد قباء، ثم لما انتقل إلى المدينة أقام مسجده الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك كان إذا دخل إلى المسجد كما في الحديث الشهير وجد أصحابه عزين في حلقات يتذاكرون أصناف العلم، فحلقة تقرأ كتاب الله عز وجل، وحلقة تتذاكر الحلال والحرام، وثالثة تتحدث عن توحيد الله عز وجل ونفي الأشباه والأضداد عنه جل وعلا، وكان صلى الله عليه وسلم يجلس إليها، يجلس إلى كل حلقة من هذه الحلقات، وكان يحث أصحابه على التعلم فيها، وقال وإذا مررتم برياض العلم فارتعوا، فلما قالوا إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فلما سئل عن رياض الجنة قال حلق الذكر في المساجد. فإذا أريد للمسجد أن يقوم بدوره في بعث همم المصلين للتعلم لكل علم نافع، ولهذا لا ينتبه الناس، هناك فروض تسمى فروض أعيان، يعني الصلاة فرض عين لأنها تجب على كل مكلف، هناك فروض تسمى فروض كفاية، ويظن الناس أن فروض الكفاية تنصرف فقط إلى أنماط من مثل صلاة الجنازة إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يظن كثير من الناس أنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ويمثلون لفروض الكفاية بهذه الأمثلة، مع أن فروض الكفاية عند كثير من الأصوليين أهم من فروض الأعيان. والسبب في ذلك أن فروض الكفاية إذا لم يقم بها أحد هلكت الأمة بأسرها، والذي يقوم بها يبرئ ذمة الأمة بأسرها. ولما يمثلون لها يمثلون بأنواع العلوم المختلفة، فيقولون لا يجب على المسلمين أن يكون فيهم الطبيب، يجب على المسلمين أن يكون فيهم من يقوم لهم بشؤونهم، من يحسن أمر دنياهم، من يتقن لهم صنائعهم وحرفهم، يجب عليهم وجوبا شرعيا، وبالتالي إن لم يوجد ولم يتمكنوا مما يبتغونه فإن الإثم يعم الجميع. ولهذا عرف فرض الكفاية بأنه مهم حتمي طلب حصوله
بقطع النظر عن فاعله لأهميته. أنت لما تريد أمرا هاما، تريد أمرا غاية في الأهمية أن يقام به، لا تلتفت من يقوم به، المهم أن يؤدى ذلك العمل، هكذا هو فرض الكفاية. ولذلك فأنواع هذه العلوم والمعارف النافعة، والتي كما قلت تضمنها أول وحي تتلقاه الأرض من السماء في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هو العلم. وصميم الدعوة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حتى في ذكر الله تبارك وتعالى الذي يكون في المساجد، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا التفكر هو تفكر التعلم، هو تفكر النظر والبحث والاكتشاف وحل ألغاز هذا الكون وسبر أغواره، فتكون النتيجة مزيد من الإيمان ومزيد من المنفعة. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، النتيجة ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والأبواب التي تصل، المداخل التي تصل بين المسجد والعلم كثيرة أيضا، وأنا فقط مجرد أن أفتح هذه النوافذ حتى أترك بعد ذلك المجال لاستحضار الأدلة الشرعية ومن كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم. نأتي للأخلاق، من ذا الذي يمكن أن يجادل في أن الأخلاق يمكن أن يتربى عليها الواحد منا في مكان أحسن من بيوت الله؟ لا يمكن. تربية الأخلاق، غرس الأخلاق في المجتمع إنما تبدأ بنداء الحق الذي ينطلق من مآذن المساجد. ما هي أصول الأخلاق؟ إذا كنا نتحدث عن القيم والمبادئ فإن أصولها إنما تبدأ من العدل، والله تبارك وتعالى يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. نحن هنا نتكلم عن الأولوية الثالثة وصلتها بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمساجد، والله تبارك وتعالى يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا معهم الكتاب ومنه القرآن، والميزان بالقسط ليقوم الناس، وأنزلنا الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس جميعا بالقسط. فكيف إذا أضفنا إلى ذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وأي عدالة يمكن أن تتحصل دونما اتصال وثيق ببيوت الله تعالى؟ ألسنا نوقن أن المصلين سواسية داخل المسجد؟ هذه المساواة التي تكون بين الناس، بين غنيهم وفقيرهم، شريفهم وضعيفهم، بين سائر الناس داخل المسجد، هي أساس العدالة والقسط التي يمكن أن تكون بينهم، لأنهم يتذكرون دائما أنهم سواسية أمام الله تبارك وتعالى، إلا بالتقوى، إلا بعملهم الصالح. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الذي يحق يغرس الأخلاق في نفوس المصلين، هذا الإيقان، هذه المعرفة هي التي تبلغهم إلى أن يتمثلوا هذه المبادئ في واقع حياتهم إذا ما خرجوا من المسجد. أيضا يتركون أعمالهم، يتركون كل ما يمكن أن يكونوا فيه من أعمال الدنيا حينما يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح، لأنهم يعرفون أن في هذه الحياة ما هو أولى وأجدر أن يشتغل به.
ولأنهم يوقنون أنهم لا غنى لهم عن هذا الزاد الروحي، ولذلك فإنهم يتركون ما هم فيه ويقبلون على بيوت الله تبارك وتعالى محققين لهذه المبادئ والقيم. فلذلك تصفو نفوسهم وتسمو أرواحهم وتتهذب الطباع. فإذا ما أضفنا كل ما يتلقاه إلى هذه، نحن نتحدث عن الأخلاق الآن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد، إذا ما أضفنا إليها ما هو واجب علينا من التأسي به حينما يأمرنا ربنا جل وعلا بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، إذن فغرس الأخلاق وفهم الأخلاق التي كما قلت تبدأ بالعدالة والقسط مع الناس جميعا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، الصدق فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الأمانة في كل الأمور حسيها ومعنويها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وحينما نأتي مثلا إلى مواضع كثيرة في كتاب الله عز وجل يكون الحديث فيها مصدرا لوصف المؤمنين فيصدر ببيان صفات تتعلق بالخشوع في الصلاة وتختم بالمحافظة على الصلاة، نجد أن في وسطها والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني نجد قيما خلقية يتصفون بها يتحلون بها وتذكر ينص عليها في السياق الذي يبين الله عز وجل به سبب استحقاق هؤلاء للفلاح وللنجاة في الآخرة، والذي به أيضا يستأهلون أن يكونوا ممن يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فلذلك نجد صلة وثيقة وذات الأعمال التي تؤدى، هذا باب طويل، يعني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من أجل الأعمال التي يؤديها المسلم في المسجد أداء الصلاة، ثم بعد ذلك تلاوة كتاب الله عز وجل وبه تسمو الأخلاق وتتهذب النفوس، ويرتقي المسلم التالي لكتاب الله عز وجل بإنسانيته إلى مصاف من اصطفاهم الله عز وجل من خاصته من أنبيائه ورسله وملائكته المقربين. إذن فباب الأخلاق، ويجب أن ننتبه لذلك، لأنه إن لم نربي ذلك فينا وإن لم نغرسه في نفوس ناشئتنا واعتبرنا الأخلاق عادات سوف يأتي عليها الزمان وتتآكل. ولهذا كنا بحاجة ماسة، كما أننا بحاجة إلى التدين الذي يعني الاستقامة والتقوى والصلاح والعمل الصالح، وكما أننا بحاجة إلى العلم، فإننا بحاجة إلى الأخلاق. وهذا لا يصح أن يقتصر على المصلين فقط، بل لا بد أن يحمل المصلون هذه الرسائل جميعا إلى المجتمع، هذا من واجبهم، هذا من تفعيل رسالة المسجد في المجتمع. ولهذا كانت الأولوية الرابعة أداء الأمانة، استشعار المسؤولية. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولهذا قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لأهمية تعويد الأطفال على الصلاة. ولهذا أيضا يعني لما نقول استشعار المسؤولية، لا يمكن أن يعيش الإنسان في هذه الحياة ضائع الهدف ومشتت الغايات، لا يتوجه إلى الله تبارك وتعالى ولا يشعر بمسؤولية في هذه الحياة، وهو يعني يطرق سمعه قول الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولذلك ما أصاب المسلمين اليوم ما أصابهم إلا من ضعف تصورهم لمسؤولياتهم في هذه الحياة،
ولا يمكن لهم أن يحققوا هذه الرسالة، لا يمكن لهم أن يحملوا مشاعل الهداية التي جاء بها نبينا الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، والتي نتلقاها في ظلال بيوت الله تبارك وتعالى، إن لم يستشعروا عظيم المسؤولية. واستشعار المسؤولية كما قلت أصله قوله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهو لما قام صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد التي بناها كان يغرس في نفوس أصحابه التعاون على هذا العمل الشريف الذي يقومون به، وكان صلى الله عليه وسلم يباشر بنفسه ويشاركهم في ذلك، وهو عليه أفضل الصلاة والسلام الذي بيّن لهم عظيم فضل العناية بالمساجد لبيان أهمية المسؤولية الجمعية، مسؤولية المجتمع نحو بيوت الله تبارك وتعالى وسائر المؤسسات، ما نسميه نحن اليوم بالمؤسسات التي تنفع الناس في مجتمعاتهم. لهذا لما فقد صلى الله عليه وسلم امرأة سوداء كانت تقم المسجد في رواية، وفي رواية كانت تزيل العيدان والخرق من المسجد، ففقدها صلى الله عليه وسلم وسأل عنها. لاحظوا، امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها ذات يوم فسأل عنها، فقالوا: لقد ماتت البارحة بالليل فكرهنا أن نوقظك. يعني افتقدها صلى الله عليه وسلم صبيحة اليوم الذي ماتت فيه، وهي امرأة سوداء كانت تجمع تنظف المسجد. فقال لهم: لو آذنتموني. فذهب إلى قبرها وصلى عليها. ألا يغرس هذا فينا معاني عظيمة لتشعرنا بعظيم مسؤولياتنا ودورنا في هذه الحياة؟ هل يظن الواحد منا أن أمانته ومسؤوليته تقف عند حدود نفسه فقط، وأن أيضا أداءه للأمانة إنما يكون في وجه من وجوه هذه الحياة دون غيرها؟ لا. لما قال صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قال: فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية وهي مسؤولة عن بيتها. ثم مرة أخرى كرر صلى الله عليه وسلم قوله فقال: ألا كلكم راع. وهو أيضا عليه الصلاة والسلام يقول: من استرعاه الله رعية، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية. فالتربية، تربية الأولاد مسؤولية يجب على الوالدين رعايتها، تعليم الجهال مسؤولية يجب على من يقوم به أن يستشعر عظيم المسؤولية، نفع الناس بالخدمات التي يعهد بها إلى كل مسؤول ذي مسؤول أو إلى كل ذي مسؤولية وذي رعاية، أداء هذه المنافع للناس بأمانة هي من الرعية التي يسأله عنها ربه تبارك وتعالى يوم القيامة، ولا بد له أن يؤديها على أكمل وجه، كما أن دينه مسؤولية عليه أن يحفظه، لأن الله تبارك وتعالى سمى التكليف أمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك نجد هذا التكرار: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إلى آخر الآيات التي وردت وإلى آخر الأحاديث التي جاءت في دفع المسلمين، دفع هذا الواعز في نفوس المسلمين، في الارتقاء بواعز الإيمان في قلوب المؤمنين حتى يرتقوا إلى مستوى هذه المسؤوليات التي حملوا إياها، لأن بها ينالون أجر الله تبارك وتعالى فيسعدون في دنياهم وينجحون في آخرتهم. وهذه هي كما قلت أولويات المكلف في هذه الحياة، وهي صميم دعوة خاتم الأنبياء والمرسلين، ونجد أنها جميعا تتصل بوجوه عديدة
ببيوت الله تبارك وتعالى. فأسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمة أن يجزل المثوبة لكل من بنى لله مسجدا مخلصا لله تبارك وتعالى يذكر فيها اسمه جل وعلا، وكل من أسهم وأعان ولو بأمر يسير في تشييد بيوت الله عز وجل وفي عمارتها حسا ومعنى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي الختام أكرر شكري لكل من أعان وأسهم في بناء هذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وأنا أعلم أن جهودا صادقة مخلصة قام بها كثير ممن يبتغون الأجر والثواب لتشييد هذا المسجد، وأسأل الله تبارك وتعالى لهم الأجر والمثوبة، كما أسأله أيضا أن يؤدي هذا المسجد وسائر بيوت الله تعالى رسالتها في المجتمع، وأن ينفعنا ربنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.